متابعين قناة شوف تي في، السلام عليكم في هذا البث المباشر من مدينة الصخيرات. مساء الفل، مساء الأنوار، لأن هذا الشيء اللي كنشوفه فيه فراهو عمل خيري يحسب عند الله عز وجل. معطيات ومزيد من المعلومات غنعطيوها لكم، ولكن من دابا شوية، لأن بغيت الكل أنه يبارطاجي معنا هذا اللايف هذا، لأننا كنعيشوا واحد اللحظة، لحظة ديال الأخوة، لحظة ديال المحبة، لحظة ديال الصداقة، لحظة ديال التعاون ما بين المغاربة. هاد القياطن اللي كتشوفو فيهم قدامي، فراه الناس اللي فيهم هما داك المتشردين اللي كيباتوا في الزنقة. الناس اللي قاموا بهاد المبادرة هادي هما شباب ديال مدينة الصخيرات، وكما كتشاهدوا فعندنا س ديال الخيمات، كل خيمة فيها ثلاثة أربعة ديال الناس. هاد الناس هادو متشردين، يعني ما عندهمش ملجأ، ما عندهم لا حنين لا رحيم. فمجموعة من الشباب ديال مدينة الصخيرات تكفلوا بهاد الناس، وحاولوا أنهم يديروا لهم واحد المأوى ويخلقوا بيناتهم واحد الجو عائلي. وهنا وجبات خفيفة غيتم توزيعها عليهم، وكذلك كاينة وجبة ديال الكسكسو. سي فيصل، السلام عليكم، حنا على الهواء مباشرة عبر قناة شوف تي في. هادشي اللي كنشوفوا فيه فهو يثلج الصدر، لأن المغاربة معروف عليهم أنهم متضامنين فيما بينهم. تكلم لنا ما نقولش باختصار، وإنما خذ وقتك الكافي في سرد هذا الشيء اللي كنشوف فيه الآن، لعل وعسى أن الشباب المغاربة كاملين ينقلوا هذه الفكرة في باقي ربوع المملكة. تفضل سي فيصل وتكلم لنا. أول حاجة أعطينا الاسم والصفة. وبداية قبل الاسم والصفة، شكرا خويا أنس، وشكرا لشوف تي في، وشكرا لجميع المغاربة، شكرا لتغطيتكم لهذه المبادرة الإنسانية. معكم فيصل النقري، رئيس جمعية سبيل التنمية والتكافل الاجتماعي بمدينة الصخيرات، إحدى الجمعيات المشرفة على هذا المشروع، غنقولوا مشروع تضامني إنساني أخوي. هذا المشروع اللي طلقنا عليه اسم القرية الدافئة، اللي جا في واحد الإطار أننا كنا تنخرجوا للشارع العام تنوزعوا واحد الوجبات اللي هي وجبات خفيفة على هاد الناس، خصوصا في هذا الوقت ديال البرد. حنا في ديورنا أكيد وتنحسوا بالبرد، أكيد وتنحسوا بالبرد، وتنتغطاو أخويا أنس بجوج كواش ثلاثة، وتنكونوا مفرشين وسادين علينا البيبان وطالقين علينا، وتنقولوا البرد، فما بالك كما قلت يا سيدي انس الناس اللي تتكون في الزنقه ما مفرشه والو، ولا تلقاها مغطي بميكا. بميكا الساده المغاربه، ما تستغربوش، كاين الناس اللي مفرش كارطون ولا مفرشهاش ومغطي بميكا وتيخفقف من البرد. هادو خوتنا، هادو ناس مغاربه يحملون الجنسيه المغربيه، كل واحد والاقدار ديالو، كل واحد والظروف ديالو، مع كامل الاسف الظروف خلاتهم هكا. اذا هذه الجمعيات اللي هي جمع المنظمه المغربيه للكشافه والمرشدات فرع صخيرات، جمعيه بسمه المغربيه، وجمعية السبيل في التعاون، كلهم شباب وكلهم طاقات شبابية وجمعوية فاعلة ومواطنة. ارتأوا وفكروا، وفكرة هي بسيطة إخواننا المستمعين، بسيطة السادة المغاربة في المغرب كامل، بسيطة. اتصلنا بالهلال الأحمر المغربي، شخص الأميرة الجليلة لالة ملك الله يطول عمرها، اللي عطات الأوامر ديالها السامية، وجابوا لنا هاد الخيام اللي تشوفوا. إيه ها هما، أكيد نشوفوهم ها هما، لأن متابعينا كما شرحت لكم فإن فكرة غاية في الروعة، باش انك تكفل بمجموعة من المتشردين هذا بحد ذاته فهو شوف انس، هما ناس بدون مأوى، ما نقولوش متشردين لان كل واحد الظروف ديالو، كاين اللي تيكون خدام ولكن ما عندوش الامكانيات المادية باش يكري، لان تنعرفوا الكرا غالي، وهادي واحد مسكين تيخدم غير في الموقف، تيصور نهار ونهار، يقدر يصور نهار يقدر ما يصوروش، وبالتالي ما يقدرش على انه يكري واحد المسكين ولا يكري واحد البيت، لان التكاليف اللي هي غالية، فبالتالي تيخدم نهار بنهار وتيلقى راسو في الشارع العام. حنا وفرنا بالخيمه، وفرنا بونجا، وفرنا لهم واحد الغطاء اللي هو، وتجي واحد الوجبات، والحمد لله هما خالقين لوميوز بيناتهم في واحد الجو اللي هو اساري، وهما سخان محميين في الانتظار. اي شحال واحد يقول لك وحلول ترقيعيه، اي سيدي ما فيها باس، حلول ترقيعيه، ولكن تتبقى حلول اللي هي من بين الحلول اللي كاينه في امكانياتنا وبين يدينا، في الانتظار ان شاء الله اننا نلقاو حلول اللي هي جذريه، انه يكون عندنا واحد المركب اجتماعي هنا بمدينه الصخيرات اللي غنرجعوا عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ويكونوا فيه جميع الفئات العمريه، اطفال كذلك يكونوا فيه العجزه، يكونوا فيه هاد الناس اللي بدون ماوى، وحنا ان شاء الله الرحمن الرحيم صامدون مستمرون باذن الله تعالى باش نحققوا هذا المشروع هذا يدا في يد من اجل العطاء. وتنقولوا ان التطوع هو عطاء يلزمنا، نحن ما اخترنا التطوع دون اي خلفيه سياسيه خويا انس، دون اي خلفيه سياسيه. الناس اللي تعبدوا تعرفوا هذا العبد الفقير، تنعاودوا نقولوها
ما يجمعنا هو العمل الجمعوي الجاد الاخوان، العمل الجمعوي الجاد، ونعاودوا نسطروا تحت منه العمل الجمعوي الجاد. الاخوان اللي تيقولوا خلفيتي هاد الناس ماشي ولاد الصخيرات، ما تيصوتوش في الصخيرات، ما عندهمش البطاقه الوطنيه، ما عندهم ما يعطيونا، تنعاودوا نقولها بعيدونا كل البعد. الله يعطيكم الخير، هذه مبادره وكذلك مبادره انسانيه لاشخاص، كاينه مجموعه من الاشخاص نعاودوا نقولها فرادى وجماعات، ناس اللي تياخذوا كذلك مبادره وتوزعوا هذه الوجبات. قلنا علاش ما نجمعوهمش هنا، وهاد الناس اللي بغاو يوزعوا اللي بغاو يديروا هذا الخير يجيو ويلقاوهم مجموعين هنا في القريه الدافئه. فيصل التطوع لم ما نقولوش ان احتكر فقط على الرجال، ولكن هناك نساء اكيد من تطوع معكم، والمبادرات ومن بينهم المبادرات، نساء مبادرات اللي تتمثلهم الاخت سلوى الهيسوفي مشكوره الفاعله الجمعويه بامتياز، اللي تلقاوها حاضره في كل المبادرات الاجتماعيه والانسانيه، تاريخها الجمعوي والانسانيه تكلموا عليها، نتركوا لها الكريمه اللي تحدثنا كذلك على هذه المبادره. اختي سلوى السلام عليكم. شكرا اخ فيصل. يعني حملتوا رايه التطوع شعاركم يدا في يد من اجل هاد الناس اللي هما ما عندهمش لحن الله رحيم، ولكن نتوما تبنيتوهم وقلتوا حنا هما العائله ديالكم. تكلمي لنا اختي سلوى على الدور اللي قمتوا به نتوما والمساعده، وانا كنعرف ان العيالات حادقات، شنو وجدتوا اليوم؟ اكيد المراه حاضره وكتكون حاضره في جميع المنتديات وجميع التجمعات، وعندها كتحضر بقوه وبقوه، فحنا كرائعات يعني مجموعه ديال النساء هنا في مدينه الصخيرات، الفكره جات اننا فكرنا في هاد الناس هادو اللي كيعيشوا في الزنقه، فكرنا في اننا في موجه ديال البرد القارس، وفكرنا اننا في ديورنا وكنحسوا بالبرد وكنحسوا باننا محتاجين يعني الدفء، فما بالك بهم هما اللي تيكونوا ناعسين في الزنقه. لذلك حنا نساء، مجموعه النساء اللي ما عندنا حتى شي علاقه لا بالسياسه ولا بحتى شي حاجه. وهذا كذلك تاكيد على الجواب ديال الاخ فيصل، الناس اللي سولوا في التعليقات فرادون بدون خلفيه، التطوع هو شعار واليد في اليد. كملي اكيد فالشعار اللي حملنا حنا مجموعه اللي طلقنا عليها مجموعه ديال رائعات مدينه الصخيرات، فكاينين النساء ما شاء الله عليهن رائعات اللي كنوجه لهم التحيه، واللي ساهموا معنا واللي كانوا معنا واللي كنعتبروهم جنديات الخفاء. حنا بنفس الصوره ولكن كاين هما مخبيين، وجدوا كاين اللي كتوجد في دارها، كاين اللي كتجيب مجموعه ديال الاشياء، ولكن ما بيناش حنا بنا. وهاي الاخت معايا راه ما بيناش، راهي خدامه. تحيه الاخت خديجه اللي خدامه على قدم وساق، لان هناك شباب في ربوع المملكه بغيت نوصلوا لهم ان يديروا بحال هذا الشيء هذا، ويكون انه يعني هذا هو الشعار، انك تبان ماشي كتبان انك تقول خير وتوصل. اكيد خاصك تبان، اكيد خاصك تبان تبين ان تبين المبادره، وانك ملي كتبينها الناس كتشجع. وفعلا الناس ملي كيشوفوا التصاور وكيشوفوا لي فيديو تيقولوا فوالا راه فعلا كاين واحد الناس كيعانيو، وخاصنا واحد الشباب واحد النساء خاصنا نعاونوهم وخاصنا نساندوهم باش تقدم يعني عدد اكبر من المساعدات. هذا هو الهدف اللي كيخلينا اننا نتصوروا واننا نبانوا باش نوصلوا الرساله ديالنا. ومن هادو كنشكركم انكم خليتونا او تحتوا لنا الفرصه اننا نوصلوا الرساله ديالنا ديال هادوك الناس اللي كيحبطوا اللي كيعطيو رسائل سلبيه، فكنقول لهم شكرا راكم كتزيدوا تدعمونا، لاننا بما انكم هضرتوا علينا فاننا حاضرين وحاضرات، ما غاديش تهضروا من عدم، ولكن حيت وجودنا عطاكم واحد الدافع باش تهضروا باش تعطيو واحد الميساجات اللي هما سلبيه. كنقول لكم الدافع ديالنا هو دافع انساني تضامني، هادو خوتنا ووالدينا وليداتنا، لانهم فيهم حتى دراري صغار، ما فيهمش غير الناس اللي تيكونوا كبار، فيهم حتى دراري صغار اللي دعاتهم ظروف العمل لانهم جيو لهاد المدينه يخدموا فيها، فكيلقاو راسهم في الليل بدون ماوى. فتحيه للناس ديال الجمعيات المشكورين اللي وفروا لهم هاد الماوى في نباتو، وحنا بدورنا كنقوموا بهاد الجولات الليليه باش نوفروا لهم ما ياكلوا ونوفروا لهم يتغطاو. هذا هو الهدف اللي كيجمعنا حنا كاملين هنا بالجمعيات بهنا كافراد كاشخاص. اختي سلوى حنا غنرافقوك الان لاحد المنازل ولا اللي وجدتوا فيهم واحد الاكله اللي هي عزيزه عند المغاربه، فوجدتوا لهم كسكسو. غنتنقلوا معاكم الان. نعم غنمشيو لعند الاخت شاديه اللي كنوجه لها التحيه لانها كتوجد دابا في الكسكس، وغادي نجيبوه ان شاء الله باش نقدموه لهاد الناس. هذا هو واجد، خاصنا غنجيبوه. صافي نتوكل على الله. شكرا. اذن متابعين قناه شوف تي في، كما شفتوا معنا فهاد المبادره هي مبادره رائعه جدا، وكما شرنا لكم في العنوان فنتمنوا ان كاع المغاربه كاع الشباب الجمعويين شباب الغيورين انهم يكونوا علي غنرجع عندك ما تمشيش بعيد اتي معنا. قلت لكم في ان المبادره انا صراحه اليوم فرحان لانني كنشوف شباب عندهم طموح عندهم رغبه انهم يتطوعوا
احنا كذلك غنحاول اننا ننتقلوا معهم. وكلمة الله هي العليا. اذا ناخشي سلوى والاخ يونس فاحنا في الطريق ديالنا غنشدوا هذا غنخليوه كامكم تما باش حنا غاديين وحنا كندردشوا وكنهضروا على المبادرات وكنهضروا نتفطوا يمكن ياك باش ما يونس سلوى شباب غيور شباب ابن مدينة سخيرات كلكم طاقة وحيوية باش انكم تبذلوا جهد كبير من اجل الغير. يونس نتوما كمنظمة كشفية وحنا كنعرفوا ان الكشاف فهو اصل الجمعيات في ما نقولوش في المغرب وانما في العالم، تكلم لنا على المشاركة. لان فهاد كمل اخويا يونس. بعد ما اننا كنا كنقوموا بجولات في الشارع باننا كنفرقوا ديك الماكله عليهم، تأينا حنا الجمعيات بثلاثه والمجموعه ديال المبادرات الرائعات على اننا نقوموا بانشاء هذه القريه هذه اللي يستافدوا منها هاد الناس، واننا نقوموا ونخدموا هاد الناس هادو مساكن اللي هما في امس الحاجه لهاد الموقف التطوعي الانساني. والحمد لله العمل ديالكم ما اقتصرش فقط على ابناء سخيرات وانما جميع المتشردين من ربوع المملكه. وي حيت هنا في سخيرات الناس تيخدموا هنا في الجزره هذه وتيجيو تيخدموا في كما يسمى بالموقف، يعني والوضع اللي كانت كتعيشوا بلادنا في كورونا اقتصاديا يعني ما في استطاعه ديالهم انهم يكريو، يعني كيفتاشوا الارض في الشارع وتينعسوا بس الصباح ينوضوا باش يخدموا في الموقف. فكره حنا نوفر لهم ديك القريه انهم يباتوا مدرقين من البرد مستورين في وضعيه تليق بهم انسانيا، والحمد لله حنا راه كنقوموا بهذا المجهود كاملين في يد وحده باش اننا نوفر لهم جميع الحاجيات ديالهم، لا من الطبيب لا من الملابس لا من الاغذيه. يعني ان شاء الله غادي نوفر لهم هذه المده كامله ديال شهرين ولا 3 شهور بما يتحيد هذا البرد هذا. وحنا مازال كنحاولوا ان يكون عندنا واحد المقر رسمي اللي ممكن ان هذا طموح. ملي شفناكم درتوا هذه المبادره وانكم توحدتوا ودرتوا يد في اليد، انتم الان قادرين على انكم تطبقوا جميع الافكار. وي داكشي اللي كاين، داكشي هذه الفكره اللي غاديين بها ان شاء الله، ومازال مازال ان شاء الله غادي نوصل غادي نحققوا داك الفكره اللي عندنا هو تحقيق مقر رسمي اللي غيبقى يجمع هاد الناس هاد الفئه هادي ويكون عرض على زعما على طول السنه بانهم يستافدوا من هاد المقر هذا ان شاء الله. واخا وحنا كذلك عبر قناه شوف تي في ندعو جميع المسؤولين انهم يتعاونوا مع الشباب وانهم لان هاد الفكره هادي فهي فكره تصب في الصالح العام وانها غتحقق بزاف ديال الارواح، خصوصا اننا كنعرفوا ان المتشرد فالمعاناه ديالو كبيره ما حيلتو انه يقلب على ما ياكل، كلشي كيسعى وحنا كاملين كنسعاو بالله. اختي سلوى بالنسبه لكم نتوما نهضر على النساء، بزاف ديال الناس هنا كيدعيو معكم كيقول لكم انكم فرحتوا. بارك الله فيكم، شكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم على الدعاء ديالكم، لان فعلا كنكونوا محتاجين للدعاء ودعم نفسي اكثر. اختي سلوى بالنسبه لكم نتوما كنساء مشاركات في هذه المبادره، شحال كاينه بعدا من مرا في هذه المبادره هذه؟ تقريبا حنا كاينين 6 ديال النساء واللي خدامين على هذه المبادره هذه، واللي كل مره كنحاولوا حنا عندنا الجوله كتكون كل اثنين وخميس. بدينا في الاول يعني كنوزعوا في الاغطيه طرابش تقاشر داكشي اللي خاصو اللي خاصهم الناس، راه كتعرف على قد جهدنا طبعا. وكذلك يعني كل مره عندنا بروغرام ديال كل اثنين وخميس اننا نوفروا واحد الوجبات اللي الحمد لله كنلقاو بان حتى دوك الناس كيكونوا محتاجين لهم طبعا، وكيفرحوا تيقولوا فوالا راه كاينين واحد الناس كيفكروا فينا، لدرجه حتى الاسماء ديالنا كتولي محفوظه عندهم كتكون كيشوفك كيقول صافي تيقول لي سلوى تيشوفني تيقول لي سلوى. عرفتي واحد الاحساس كيجي واحد الاحساس كيجي كنت يعني صافي حفظوا الاسماء ديالك وتي ملي كيشوفك هو فرحان غير في ديال انه يشوفك، ولا تيقول لك مثلا ما جيتيش البارح ما شفتكش البارح
كيفتقدك. هذا في حد ذاته كيعطيك واحد الشحنه قويه على انك تفكر كيف ما قال الاخ يونس، انه مجموعه ديال الافكار، انها الدار واننا هذه الفئه هذه نشوفوا فيها ونفكروا فيها من خلال يعني تخدم على انشاء ديال مركز يكون خاص بهم ويكون خاص بهم ونخدموا على المدى البعيد. واخا هادو انا ماشي ولاد البلاد، واخا ماشي ولاد البلاد، ولكن علاش لا؟ علاش ما حنا كلنا تحت رايه وحده، تحت شعار واحد، الله الوطن الملك. وبكل صراحه يعني الفكره مين جات؟ الفكره جات في نهار واحد. قربي لي الميكرو اختي. جات الفكره، جات في يوم فرقنا فيه، كان البرد بزاف، لقينا ناس انها كتقفقف بالبرد. والله العظيم الصباح اتصلنا بالسلطات، يعني استجابه فوريه. الحمد لله. يعني حتى السلطه فهي شجعتكم في استجابه فوريه. هذا جواب الاخ الاخ ديال بني ملال اللي شارف قبيله، قال لكم انهم داروا في المبادره، ولكن السلطه ما اكثرتهاش اليوم. انا كنقول لكم ما يمكنش، لان صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله فهو شجع الجمعويين، لان خصوصا في الحاله الوبائيه في الظرفيه ديال الكوفيد في الحجر الصحي كنتوا باش تقوموا بنفس نفس نفس المبادره. وي في القاعه لمده ديال 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 الحجر، الحجر كامل 4 شهور بدعم خاص من السلطات المحليه، هما اللي كانوا انهم توفروا التغذيه، وحنا حنا كنقوموا بواحد بعض زعما بواحد كنجيبوا التوزيع وداك الشيء. ولكن هذه تم اتصال بالسلطات المحليه بالتدخل من شخص من شخص السيد الباشا الساده القيس السيد رئيس المجلس الجماعي، وتم تدخل الشريفه لاله الملكه واعطاء الامر للهلال الاحمر المغربي. الله يبارك فيك. باش يحطوا لنا هذه، وصراحه والله الا في نهار واحد جوج سوايع ثلاثه سوايع جاو داك الشيء، وجاو اللي قادوا ويصوبوا وقال لكم اي فراش خاصكم ولا اي حاجه خاصكم اتصلوا بنا. يعني اليد مبسوطه، موجو كاين مساعدات، موجو اي حاجه خاصكم اتصلوا بنا. إذن فهذا بحد ذاته فهو رسالة لجميع الشباب المغاربة اللي كيمارسوا العمل الجمعوي. يونس خويا، بالنسبة للناس اللي بغاو يديروا بحال هاد المبادرة شنو تقول لهم؟ نقول لهم أنهم يكون عندهم واحد الرغبة وأنهم يتقدموا، ما يبقاوش يتسناو على أن صافي راه هذا ما وافقش ولا راه صعيب ولا لا، راه كلشي سهل الحمد لله، الخير راه سهل والسلطات راه ما سداش الباب. حنا في الدور يعني السلطات راه كتساعد مع التعليمات الملكيه. التعليمات الملكيه اييه انعطى اوامر بان تقدمت المساعدات في هذه الظرفيه هذه اللي كيعيشها اللي فيها الجو بارد. يعني جميع السعوديين يعني ما لقيناش، حنا بعدا نقول لك ما لقيناش يعني في ظرف نهار ما لقيناش حتى شي عراقيل. لا السيد الباشا لا السيد القائد قال لكم الله يكمل بخير مبادره، توكلوا على الله. بالنسبه للاخ عزيز فاحنا عارفين انه ماشي هذا ماشي هذا هو الحل، وانما فراه هو حل انك باش تعتق الناس في هذه المده هذه ديال البرد القارس، وخصوصا اختي سلوى. نعم اننا كنعرفوا ان حاليا فعملت خيرات تماره درجه البرد فيها فهي 5 درجات 4، يعني برد قارس وان مدينه ساحليه. انتوما قدمتوا دعم لهاد الناس، فالعديد من الناس هنا كيشكروكم وكيباركوا في الصحه ديالكم وكيقولوا لكم الله يعاونكم. شكرا. رسالتك اختي سلوى للنساء قبل ما اننا نوصلوا للمكان اللي غناخذوا منه الوجبه اللي مقدمه اصلا لهذا الوجبه اللي حضرتها نساء من النساء اللي احنا يعني في الفريق ديالنا. دعوه للمراه انها والمراه الصخريه، يعني ما نقولش غير المراه الصخريه، احنا كنهضروا المراه المغربيه على العموم، انها تشارك في هذه المبادرات هذه، وانها يعني كاين شي حوايج اللي تيكونوا بساطين كنعتبروهم حنا بساط، ولكن هما راه كبار بزاف. غير طيبتي واحد الوجبه، واحد البرمه ديال الحريره، واحد البصاره، شي حاجه اللي ماشي شي حاجه كثيره، وانك تعطيها وتوجهيها لهذوك الناس اللي ربما حداك، فهادي يقدر يكون ما واكلش هو نهار كامل، يقدر يكون ما واكلش نهار كامل ومحتاج يسخن، لان دابا في هذا الليل خاص وجبات اللي تكون سخونه، يقدر يكون مسكين نهار كامل هو ما واكل حتى شي حاجه، فاكيد راه غادي تفرحيه، واكيد راه غادي عندك الاجر الكبير جدا. وكنعرفوا ان المراه راها حادقه تبارك الله ومعطاءه. اسمحي لي قاطعتك، واللي كنعرفوا حنا على المغاربه عندهم حس التضامن، كاين تعاون كاين تآزر، وهادشي عشنا في الكونفينمون الحمد لله. يعني كان واحد التعاون ما بين المغاربه، وكانت واحد نوع من الاخوه، يعني المغاربه بينوا على القوه ديالهم والتماسك ديالهم. فعلا كان الاخ كيعاون الاخت ديالو، كان الجار كيعاون الجار ديالو، بحكم اننا عرفنا ان الكونفينمون داز صعيبه، وانتم كذلك
عاونتو خرجتو للتيران يعني خاطرتو بالانفس ديالكم بحكم انك كنا عارفين كورونا في الاول كيفاش كانت وكان الانتشار ديالها وكان داك الخوف الكبير منها. انتم لا كنتو جنود مجندين خلف الاوامر الساميه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله نصره الله بانه اعطى في الخطاب ديالو شد باليد على الناس الجمعويين على الشباب المتطوعين. خويا يونس في هذه النقطه بالضبط غنتكلموا نتوما بقيتوا غاديين على هذا النسق خدامين اللهم لك الحمد كديروا جهدكم. كان دعم من السلطات كانت دعم من وصلنا نخليو هذا السؤال على الشعوليه واخا غنحاول اننا ننزلوا الاخوان علميهم بان راه كاين تصوير وداك الشيء. اذن متابعين قناه شوف تي في وصلنا معكم لا راح يتحيد الخيط باش ما شكرا تقدر تكون اصغر مشاركه اصغر متطوعه شدلي انت شابه يعني باقا صغيره رسالتك اللي كتوجهي للشباب باش يديروا بحالكم. السلام عليكم بعدا الرساله اللي كنقدم للشباب صراحه هذا زعما العمل الجمعوي وكيكون الناس هكا كيساعدوا الناس اللي محتاجين صراحه كيلقاو واحد الراحه وشي زعما راه واجب علينا احنا كشباب وهذا واجب علينا وعلى واجب على اي مواطن يعني الواحد اذا كان محتاج لشي حاجه ربما احنا عندنا باش نعاونوه من يعني ما ندخلوش عليه يعني ونقدموا ليد المساعده. كاين الناس بزاف هنا بخصوص هنا في الصخيرات كاين الناس بزاف محتاجين كاين الناس كيباتوا في الشارع الناس ما عندهمش واحد المأوى يعني اش غادي نقول لك يعني حنايا كنكونوا في ديورنا وسادين علينا والبرد داخل واش غادي نقول لك يعني كنقولوا احنا في ديورنا وكنتاسفوا يعني والناس كيعيشوا في الشارع فلا حول ولا قوه الا بالله. وجدتي لهم وجبه عشاء اليوم؟ واحد الوجبه اللي هي ساخنه الكسكس اللي كلشي كيعرفوا المهم باش نجمعوا يعني باش تعيشوا واحد الجو عائلي لان الكسكس كيبغي العائله وكيتكال مع العائله داكشي نتفضلوا نجيبوا ان شاء الله. واخا شكرا. اذا المتابعين قناه شوف تي في نتمنى انكم تبارطاجيو معنا شكرا للناس اللي دعيوا مع هاد الشباب شكرا لاي واحد قال كلمه خير. تحياتي لكم جميعا لك وديرك الاخوه في مدينه احفير بجهه شرقيه تحيه لجميع المغاربه اللي كيديروا مبادرات خيريه باش انهم يستهدفوا واحد الفئه سواء ارامل يتامى متشردين مرضى اي فئه. الحمد لله فمازال الخير في البلاد مازال شبابنا قادر انه يعطي في هذا الميدان ديال العمل الجمعوي. أن نتوقف من الكلام شويه لانني شويه فهمتيني تو عرفت راني شحفت شويه ولكن غنخليكم تشوفوا المنظر اللي هو جميل ومنظر رائع جدا. غنشوفوا الكسكسو بسبع خضار ياك. اذا غنشوفوا المكان اللي تم تحضير فيه هذه الوجبه هذه. الله يكثر من جهتكم السلام عليكم اللهم شكرين على الناس كلها قالت لي كل سنه وانتم طيبين. اذا انتم غتشوفوا معنا متابعينا الكرام ف كسكسو بصبع خضاري كما شرحت لكم فهو كتشوفوا يعني اللي كيشوف معنا هذا البث المباشر فراه هذا الكسكسو هذا اللي كتشوفوا فيه انتم الان فهو موجه لاخواننا واخواتنا المتشردين. هذه النقطه ديال الاخوات غنحاول اننا نرجع عليها فيما بعد. نخليكم انكم ديروا خدمتكم باش ما نتعطلوش وما نطولوش كذلك على المتابعين ديالنا اللي هما باقين معنا وكيتابعوا معنا هذا البث هذا. اذا انتم كتشوفوا معنا جميع نسالكم الدعاء لهاد الشباب هادو عطي البرمل ليونس باش يهبطها ولا شي حاجه باش يهبطها باش نهبطو. اللهم بارك. شكرا اخي مبارك انت من الناس اللي متابعين معنا اللايف من الاول اخوان كاملين نتمنى انكم تبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا لانه شوف سلام شوف هذا الكلينيكس ولا شوف شي حاجه اللي السلامه اولا اخي يونس
وي كون كانت عندي شي جدين اخرين كون هزيت. هذا كما شرحت لكم في هذا الكسكس وهذا الطعام هذا فراه موجه لاخواننا واخواتنا المتشردين اللي تم ايوائهم واحد البلاصه زوينه. نتمنى ان الجميع يتابع معنا هذا اللايف هذا لاننا صافي نتوكلوا على الله. اذا حنا غنتوكلوا على الله باش نرجعوا عند الاخوان والاخوات في القريه كما سماو هاد الشباب هادو. يعني قريه دافئه قريه للشباب والشابات بدون ماوى. الناس اللي كيباتوا في الزنقه فهاد الشيء كامل موجه لهم. تحيه للشباب ديال مدينه صخيرات وشباب ديالنا في المغرب كامل. بزاف ديال المغاربه داروا مبادرات وقناه شوف تي في دائما مرافقه لكم في جميع المبادرات ديالكم. فما عليكم الا الاتصال بنا على الارقام ديالنا اللي كاينين في الموقع ديالنا وفي الصفحه الفيسبوكيه او ترك رساله فقط سيتم الرد عليكم. ونحن راه الاشاره رهن الإشارة جميع الفاعلين والفاعلات في ربوع المملكة معاكم 24 ساعة 24 في خدمتكم. لأن شوف تي في هي قناة الشعب وتوصل صوت الشعب، فما بالك بمبادرات أبناء الشعب كما كتشاهدوا معنا. فغنتوجهوا بعد قليل صوب القرية وانتم كتشاهدوا معنا جميع. هذيك حطيها لما كاينش حطها قدامك حسن. هذيك غدفك الحاجه اللي غد اللي شايف كاين فيها الدفك القدام. ياك ما نحل لك هذا ليش خي محمد. اذا كنتي في مدينه صخيرات فمرحبا بك. كما قلتي هي بصح الله غالب، ولكن كاين بزاف ديال الحوايج نقدروا نديروهم ونعطيوهم كيكونوا مجانيين، ما كيحتاجوا الا واحد الجهد. تحيه للجاليه المغربيه المقيمه باسبانيا والجاليه المغربيه المقيمه في اوروبا. سلوى توكل على الله. باقي شي حاجه؟ ماشي مشكل. اشكركم شكرا. يا ملا طويله فيما تجوزوا شي حاجه عيطوا الشباب يجيو. لكن دعوات ديال الناس كيدعيو مع هاد الوليدات مع هاد الشباب. ها هو هاد الدجاجات هادو اهداء خاص للمتابعين. ولا كانت شي وحده كتوحم تسمح لينا. امين 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 امين. شكرا شكرا للحاجه وشكرا لكم بزاف. ف قناه نعم تنكونوا تنظيمي اسلامي حتى نكونوا خوت ونشوف فيك ونشوف فيا وطلع فيك وطلع فيا. الحمد لله نكونوا مزال الحمد لله متخاوين. الله سبحانه وتعالى قال لك كونوا كالبنيان المرصوف. نكونوا خوت نكونوا مزيانين ونطلعوا في بعضياتنا ونطلعوا في بعضياتنا ونكونوا نطلع فيك ونطلع فيك ونشوف فيك ونشوف فيا. واخا ما تفوتني الحاج. شنو شنو تبغي تقول للشباب؟ احنا مسلمين نضامنوا نضامنوا. قول لي في حق الشباب شي كلمه. كلمه في حق الشباب الحاج. شباب خصهم يتواضعوا ويرجعوا للطريق المستقيم، يخليوا الطريق الخايبه ويمشيوا للطريق الزينه. ونحن ديما مغاربه. الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. الله ينصر سيدنا وشكرا بزاف الحاج. الحاج ده شكرا الله يكثر خيركم. وحنا غنحاولوا اننا توجهوا طلعتي سد الباب يا بسم الله. اذا لا 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 ثانيه ماشي مشكل. كلشي هون في سبيل هذه المبادره. متابعين قناه شوف تيفي الناس اللي كيتابعونا من الاول الناس بحال هادو قلال اكيد، ولكن ان شاء الله الخير في الشباب. ونتمنى ان يكون الشباب يشوفوا بحال هاد المبادرات ويديروهم، لان مبادرات ساهلين 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 بزاف. فما كيحتاجش مجهود. الوالده ديالك الحاجه الا قلتي ليها عافاك الولد راه بغيت ندير واحد الوجبه لواحد الناس غتقول لك جيب غير التقضيه وانا نتكلف.
راه كيما كطيب لولادها راه غيطيب لهاد الناس. يونس احنا في الطريق فالريحه كتشهي. احنا جايين الجوده اكيد اكيد. المهم شباب المهم شباب ارو مرشح ارو جمعيه الرقم المطلوب خارجه نطاق التغطيه. ميدو مودي الاخ مودي فهو كاينين بعض المسؤولين سامحهم الله اللي ما كي اللي كيديروا ودن سمعات ودن ما سمعات، ولكن الخير في من حضر، واللي حضر كيقضي واللي لبى النداء فراه كيعاون. فالهدف الاول والاخير هو ان دوك الناس يلقاو ما ياكلوا يلقاو ما يشربوا يلقاو باش يتغطاو. فهذا هو الهدف الاول والاخير، يعني ما عندنا ما نديروا باننا نشيري في هذا ولا نشيري في الاخر. فالهدف ديال الشباب راه كان باين، رسالتهم الناس اللي تابعونا من الاول بالخصوص الاخ مبارك فراه كان يعني النقاط محطوطه على الحروف، التطوع ثم التطوع ثم التطوع. وكما شفتوا في العنوان ديالنا فالشباب داروا اليد في اليد، ومن الشباب كيدير في اليد في اليد فانتظر المفاجاه. ياك اخي يونس كاين الافكار كتجمع، يعني داكشي اللي ما غتقدرش ديرو بوحدك تقدرش بارطاجي الفكره وتلقى ناس الناس اللي تعاونوا معك. اختي سلوى بغيت نتكلم على المتشردات. شغن نقول لك انا صراحه هذا المصطلح ديال التشرد يعني ما كنحاولوا ما نستعملوهش، علاش ديما تنقولوا بان هاد الناس يعني كاين فيهم اللي غير خدام غير عابر سبيل، يعني ماشي كاملين تيكونوا متشردين كيف ما كنقولوا. فكنقولوا بان هاد الناس بدون ماوى وكيتغطاو بالسماء وكيفرشوا كيفرشوا الارض. بالنسبه للعيالات فعلا كاينين شي كنلقاو من خلال الجولات ديالنا الليليه كنلقاو شي تقريبا واحد 3 ديال النساء تيكونوا بعد النوبات بوليداتهم كيكونوا في الضنقه، وهادو صراحه كضر في الخاطر، يعني باش تلقى مراه كيف ما قلتي كتكون في واحد الحاله يرثى لها وانها كاينه في الزنقه بعد النوبات كنا كنبقى حتى 12 الليل وكنشوفوا بان المراه راه كاينه. فهذا الشيء يعني استئثر فينا وشيء يندى له الجبين صراحه، ان تكون مراه حتى هي كتنعس في الزنقه وحنا عارفين الزنقه وما ادراك ما الزنقه. ففعلا كاينين حتى هما كاينين 3 ديال النساء بعد النوبات كنلقاوهم. بالنسبه لاختي واحد النقطه اللي كنحاول اننا نطرحوها مرارا وتكرارا، الافارقه القادمين من جنوب الصحراء اللاجئين السوريين فهم كذلك كيعيشوا هاد المعاناه فعلا، بخصوص انهم مغربين على بلادهم مغربين على اهلهم على احبابهم. واش حاولتوا انكم تستهدفوا هاد الفئه؟ هو في مدينه الصخيره حاولنا، ولكن في مدينه الصخيره ما كاينينش غالبيتهم تمارا الرباط، غالبيتهم تيكونوا في تمارا. الصخيرات ما كاينينش تقريبا، العدد المحدود ديال الصخيرات هو الا جينا كثرنا كاين 40 شخص اللي تيكون، وكل مره يعني كيتبدلوا ما تيكونوش نفس الاشخاص. فهاد الناس اللي تيكونوا الافارقه او السوريين فما كاينينش تقريبا كاع، ما كاين تواجد ديالهم هنا في الصخيره. وهم مرحب بهم اخي يونس. اكيد مرحبا بهم. في البادره الاخرى اللي كنا درنا ديال كان عندنا جوج ديال الافارقه 3 باقي لحد الان تيتواصلوا معنا، كانوا معنا في تقريبا مده ديال الحجر ديال حاله الطوارئ، وكان معنا واحد السيد تركي حتى هو، يعني كان من تركيا كان كعابر سبير والظروف ديالو هي اللي خلاته انه يكون معنا في قطعه ديال الطوارئ. فكما قلت لك هذوك الناس اللي كانوا مشاو لحد الان مازالين كيتواصلوا معنا، باش كتعرف انك كتربح الحب ديال الناس والثقه ديال الناس. الحمد لله الحمد لله، وهذا المضمون في الشباب المغربي. فمتابعينا نتمنى انكم تبارطاجيو وخليكم معنا، وخا طولنا عليكم شويه ولكن فهو لايف ممتع. علاش ممتع؟ بالتعليقات ديالكم الايجابيه، ممتع بالكلام الطيب اللي كنسمعوه من عند الشباب، ممتع بهاد المبادره اللي هي مبادره جميله جدا. خويا يونس اكسيري باش نوصلوا عند الناس. قربنا باش ما نطولوش كذلك على الوجه الجمعيات الوجه المالي ديال تمارا. ايه باش هي تاخذ المبادره وتقوم دير واحد القريه دافئه، لان العدد فهو العدد كبير خيالي، لان اسمح لي قطعتك في كلام ديالي مع السيد باشا مدينه تماره، فقال لي ان عدد المتشردين فهو فوق الخيال. نضافوا عليهم الافارقه اللي هما الان كيباتوا في ارصفه المقاهي،
نضافوا عليهم لاجئين سوريين ما عرفناهمش منين جاوا، المتشردين ولا اللاجئين ما بغيتش نقول لهم انهم مغاربه وانهم كاينين بزاف. فرسالتك كانت الشباب مدينة تمارا، وحنا كنعرفوا ان كاينين شباب في مدينة تمارا اللي كيقوموا بالعمل الجمعوي جاد تبارك الله اللي كيخدموا في هذا العمل هذا. تنتمنوا انهم يقوموا بواحد جوج ديال القريات غير هذه المده هذه ديال البرد باش الناس يستافدوا من الدفء هذا. راه كتشوف كتكون في دارك وثلاثه الماطو ودار وفوق البرد انت وما والسلطات المحليه راه ما يمكنش وانا كنقول لك ما يمكنش انها تغلق الباب خصوصا في هذه المبادره اصلا ان اوامر هي معطيه كما كاين الحرس الملكي طلع القوات المسلحه الملكيه طلعت حتى للجبال باش كتوفر التطبيب وتوفر المواد الغذائيه وتوفر يعني راه ما يمكنش يسدوا الباب يعني على المجتمع المدني ديال تمارا. تبارك الله ما راه اكفاء راه كاين راهما بزاف كاين اكفاء انهم يقوموا بهذه التجربه هذه ان شاء الله واخا غير هذه المده هذه ديال البرد اللي بقات باش هذوك الناس راه كتشوف كتلقى راه البرد راه صعيب شويه عليهم وكاينين ناس كبار ما يقدوش على هذا البرد هذا. نتمنى لهم هذه الرساله انهم يقوموا بهذه المبادره هذه. وكذلك الشباب المغربي في ربوع المملكه جميع المملكه المغربيه ان شاء الله لان كاينين الناس محتاجينكم بزاف. رسالتنا كانت موجهه للشباب وانا كشاب اعيد واذكر شبابنا المغاربه الاطر التربويه الفاعلين الجمعويين دير الخير لان كاينين الناس محتاجين هذا الخير هذا. ربما الا ما قدرتش تعطي شي حاجه اللي هي كبيره عطي شي حاجه اللي هي صغيره مجرد ابتسامه او كلمه او كلمه طيبه تثلج الصدر باش تقدر تفرح هذاك اللي ما بغيناش. احنا ما بغيناش نقولوا انه متشرد. الحمد لله وصلنا للناس اللي متابعين الان غنعاودوا نرجعوا للقريه اللي انطلقنا منها وغانتم غتشوفوها جميع 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 وهي مبادره رائعه جدا. فانتم كتشوفوا اللافته وها القريه غندخلوا ليها وحنا فرحانين لاننا كنشوفوا هاد الناس. فمن بعد ما انه كيكون في الزنقه اليوم لاقي ملجا. فيصل مشينا وجينا تكلمنا وتحدثنا وعرفنا بزاف ديال النقط هاك الشدادة واخا حيدنا لي المايك ممكنش نرجعو دابا. مرحبا الأخ يونس والأخت فهما تكلموا على المبادرات الشبابية وجهوا رسالة لشبابنا المغاربة باش أنهم يديروا اليد في اليد ويديروا بحال المبادرات. نتكلموا الآن على العدد شحال ديال المستفيدين عندكم؟ واكيد 30 هي اللي بعض المرات توصل حتى ل 35 كما قلنا. هاد الناس هادو اللي لقاو نفوسهم عرضه انهم يكونوا بدون مأوى اللي هما من مختلف الشرائح العمريه من مختلف الفئات الاجتماعيه تيجيو باش يخدموا هنا في الموقف ديال مدينه الصخيرات. تنعرفوا ان هذه الفتره مثلا اللي جات حتى الحجر الصحي هو ازم الوضع شيئا ما لان الموقف قلال ما تلقاوش فين يخدموا وبالتالي تلقاو راسهم انهم في الشارع العام. ف 30 شخص و 30 وجبه هي اللي غتفرق اليوم ممكن نلقاو اكثر. والمبادره هي مفتوحه تنعاودوا نقولوها في وجه جميع الناس اللي بدون مأوى في مدينه الصخيرات على اننا ان شاء الله الرحمن الرحيم نقدروا نوصلوا حتى ل 40. الطاقه الاستيعابيه الطاقه الاستيعابيه ديالكم شحال؟ مفتوحه تنعاودوا تينا كما تشوفوا هو باقي كبير. الشريفه الليله الملكه الله يطول عمرها عطات الاوامر ديالها على اننا ناخذوا جميع التجهيزات ديال الهلال الاحمر المغربي مستعدين نجيبوا المزيد. عندنا سبعه ديال الخيام بنينا يلاه السبعه خيمه غتزاد تبنى ونعاودوا نبنيو حتى 10 نعاودوا نبنيو حتى 11 الا ما كفناش هذا المكان اللي حنا فيه نمشيو لمكان اخر ما عندناش مشكل لان حاج الخير اخويا انا ست واحد ماشي عصارد عليها. حاج الخير ملي قلنا بسم الله وقلنا هذا مبادره خيريه الكل قال لنا حنا يد معكم. السلطات المحليه الهلال الاحمر الشباب والرياضه في شخص المديريه الاقليميه مدينة الصخيرات في شخص المديريه الاقليميه لاله ربيعه السعدوني مشكوره حتى هي اللي سخرت لنا اللوجيستيك من المخيم ديال الهرهوره. حتى واحد ما قال لا كلشي لا سلطات محليه لا مجلس جماعي بالمدينه كلشي الفاعلين الجمعويين جاوا داروا اليد في اليد المواطنين المغاربه الحرار يا سيدي المغاربه اللي بينوا على المواطنه ديالهم وهذا هو المغربي القح هذا هما المغاربه اللي تيبينوا على التكافل القيمه ديال التكافل الاجتماعي سيدي انس اللي تتبان في المحن تتبان في الشدائد. الحمد لله تنديروا يد في يد وحتى واحد ماشي تردد. هادو كما قلنا خوتنا هادو جزء من لا يتجزا من هذا الوطن المغرب الحبيب وليهم علينا حقوق كذلك. واحد الاخت ولا اخ سمير قال لك فين كطيبوا الماكله هاد الضياف ديالكم؟ حتى
تنطيبوهم في ديورنا سيدي سمير، كل واحد في المنزل ديالو كما مشيتو شفتو عشتو معنا هذا اللايف مع شوف تي في ومع سيدي انس، فالسيده طيبه دارها مشكوره، كل واحد ياخذ نهار. وقالت لك انكم ما تعلموش بكري اما كون وجدوا لهم شي حاجه اللي أكيد. الله يعطيها. واي واحد تقي شي باب وقلتي لي راه عندي واحد كذا غيقول لك انا مرحبا، حيت المغاربه معروفه عليهم. كل شخص خدا نهار، راه عندنا 7 ايام الاخوان ساهله، لو كل واحد خدا نهار غنغطيو الاسبوع الكامل، لو كل سميتو غنغطيو بزاف وغنغطيو العام كامل. اكيد اننا كيما نحسوا بهذه القيفه ديال التكافل الاجتماعي، وكل واحد فينا ياخذ النهار كما شفتوا الاخوات مشكورات مطيبين في ديورهم، هما جاو هنا وتيبريباريو، فالامر سهل وسهل جدا، خاص غير النوايا تكون حسنه، خاص غير العزيمه، خاص غير الاراده، والقلب يكون ابيض ابيض صفار من الحليب سيدي انس. هذا هو المهم سيدي، هذو هما المساهم المستمعين والمشاهدين ديال شوف تي في، نخلصوا النيه لله عز وجل وقل اعملوا فسير الله عليكم ورسوله. شكرا شكرا سي فيصل، مرحبا، هذا واجب المشاهدين، هذا واجب، وانتم كتشوفوا فالوجبات بدات من عند العيالات الحادقات، الله يبارك في عمرهم والله يزيد الخير، وانتم كتشوفوا الاخت بغيتي تبان ياك صافي ماشي مشكل. شكرا بزاف والله، يجازيكم بخير والله، يقوي الخير والله، يعطي الصحه للشباب المجهودات. علي فين هو؟ شوف علي الداخل ديال الوليد، انا ندير كلمه ماشي مشكل. اييه الحاجه تفضل الحاجه. باش السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتي اول حاجه في الاول حشمانه، ما كنتي تبغي تجمعني، ولكن الرغبه والعزيمه. الحاجه الرساله ديالك انا بغيتها تكون للامهات بالخصوص. بعدا قبل كل شيء كنشكروا جميع النساء اللي ساهموا سواء ماديا ولا معنويا، واللي كيساعدونا واخا غير بالكلمه الطيبه باش نساعدوا هاد الناس هادو. كنشكروا الجمعيات كاملين اللي وقفوا وداروا هاد القريه هادي الدافئه، الله يجازيهم بخير، الله يجعلها في ميزان الحسنات ديال كل واحد. وكنتمنى ان الناس ياخذوا عبره من هاد العيالات ومن هاد الجمعيات ومن هاد المجتمع المدني اللي كيساهم في الخير، ويديروا ماكثر ويساعدونا يساهموا معنا باش نقدروا نكفيو هاد الناس هادو. الله يجازيكم بخير جميعا، شكرا لكم ان شاء الله. اختي سلوى، سؤال خفيف ظريف، واش كاينه تغطيه طبيه لهاد الناس؟ اكيد كاينه تغطيه طبيه من خلال الجمعيات اللي منظمه جمعيه السادي، جمعيه بسما، جمعيه اظن الكشاف المغربي، فكاينه تغطيه طبيه والكشاف والمرشدات، لان هناك اصدقاء كيسولوا واش كاينين اطباء متطوعين، الناس اللي مرادين كيتقدموا لهم اسعافات الاوليه، واللي محتاج فيه شي دواء كذلك، يعني كنحاولوا اننا نشوفوا جميع الجوانب اللي محتاجين لها هاد الناس هذا. وبالنسبه للاطباء اللي بغاو يطوعوا مرحبا بهم، ماذا بينا ماذا بين انهم يجيو يطوعوا. تنقول لكم يدينا مفتوحين والبيبان القريه مفتوحه للجميع اللي بغى يساهم واللي بغى يعاون. واخا شكرا. انا السيده سمحتي اليوم كانت حاله، تفضل. اليوم كانت حاله ديال واحد السيد اللي سي عاني، تفضل. اليوم كانت واحد الحاله ديال واحد السيد اللي سي من واحد الجروح اللي هي طفيفه، الحمد لله نقلناه للمستوصف الصحي، تلقى العلاج ديالو، خدا الدواء ديالو. تنعاودوا نقولوها كاينين المتطوعات اللي تما مدوزين عندهم ديبلوم ديال التمريض، كذلك ديال الاحمر اللي تيجيو تيديروا المواكبه لهاد الناس. نعاود نقولوها جميع 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 الامكانيات هي متوفره، تنعاود نقولها خص تكون غير اراده. سمعونا الشباب، سمعونا المغاربه في مختلف المدن المغربيه، الناس ديال المتابعين ديال شوف تيفي، تكون غير اراده، الله سبحانه وتعالى تيسر في كل شيء. غير بداو، راه مجموعه هذه المبادره ماشي نقولوش راه غير سخيرات، لا اكيد ان مجموعه من المدن المغربيه اللي بداوها، ما تنقولوش اننا حنا الاولين، ما تنقولوش راه حنا واعرين احسن من كل شيء، لا سيدي، هذه المبادره راه هي كاينه، ولكن بغيناها تكون، بغيناها تحمم، بغيناها تزيد. كاينين اخوان فعلا اللي دايرينها مشكورين، تنعاودوا نقولوها حنا اليوم عبر شوف تيفي مشكوره، عبر الصحفي ديالنا الغزال الاخ ديالنا والفاعل الله يودي سيدي انس مشكورا، مرحبا، هذا واجب. المبادرات هادو راهم كاينين من اجل باش نعطيو القدوه، من اجل باش نعطيو المثال، من اجل باش نحفزوا كذلك هاد الناس اللي تيعملوا في هذا الميدان. اكيد ان التمريض كذلك كاين حاضر، والطبيب ديال هذه الفئات هادو حاضر كذلك وبقوه، وتنديروا المواكبه او التتبع على الحاله ديالهم الصحيه. شكرا شكرا خويا. وغنمر كذلك الاخ علي اللي هو كذلك من الشباب، وهو اصبح وجه مالوف لدى قناة شوف تي في. علي تفضل مايك. علي انت كذلك من الشباب اللي عاونوا ومن الناس اللي اتصلوا بنا، تكلم لنا خويا علي على الدور ديالك في هذه المبادرة هذه، وحتى المبادرة السابقة اللي شملتوا بها المنطقة الجبلية. تماما، كنديروا قافلات بالنسبة، كنا الشهر اللي فات كنا في ازيلال كما كتعرفوا،
ديك المناطق نائيه كيحاصرهم الثلوج، هذيك كدار مثلا غير سنويه بالنسبه للمناطق الجبليه. وملي كنجيو هنايا كاينين الناس هنا محتاجين، الناس كيكونوا في الزنقه بزاف اللي هما الاخوان ديالنا، والحمد لله هذا فضل من الله عز وجل، وفضل كذلك حتى المحسنين اللي كيساهموا معنا. كنقول لاي واحد يحاول غير يتحرك، يحاول غير يدير واحد الخطوه، كما شفتوا هاد الخيمه الدافئه كانت واحد الفكره اللي هي زوينه، ما غاديش نقولوا كما قال الاخ فيصل احنا الاولين، ماشي احنا الاولين، ولكن كنقولوا درنا بعدا على الاقل شي حاجه. عند وما ديرش. كانت هاد الحمله هذه بالتاطير مع المجلس البلدي، كذلك السلطات المحليه، جمعيه بسمه وجمعيه السبيل والمنظمه الكشافه والمرشدات، وكذلك كاينين طاقم مبادرون، كاينين ناس جنود الخفاء اللي كيسهروا على هذا الشيء. كما كتشوفوا السيمانه كامله كتكون فيها الماكله، كل واحد عنده الوقيته ديالو وقتاش كيجي. بالنسبه لنا احنا كمبادرون عندنا الاثنين والخميس، والاخوان كل واحد عنده نهار ديالو، كاين طيب كل شيء كاين. الناس كنحسوا بهم بانهم بخير مرتاحين، ولا افراد من العائله الان خوتنا، كاينين الناس كنعرفوهم ولفناهم الصراحه، والله الا ولفناهم كنشوفوهم ديما. نجي نقربوا لهنا حيت كنشم الريحه ديال الدجاج والريحه ديال الطعام. دابا كتشوفوا معنا اليوم دايرين كسكسو، ها هو كتشوفوا معنا، وكنحاولوا كل مثلا حنا اليوم درنا كسكسو، الناس الاخرين غدا اللي معنا اللي مكلفين غادي يديروا وجبه واحده اخرى، وكيبقى غادي كيتغير. كنحاولوا ننوعوا شويه النوع ديال الاكلات. شوف معنا هاجي شوف معنا كيبان دابا انتم كتشوفوا فالحداقه ديال العيالات بدات كتبان، وهذا الشيء اللي كنا كنهضروا عليه من الاول حنا وصلنا ليه في الاخير، والحمد لله باقي الخير في البلاد وباقي الخير في الشباب، ونتمنى ان الشباب المغاربه انهم يقوموا باللازم تجاه هذه الفئه من المجتمع. فانتم كتشوفوا راه قلت لكم قبيله سبع خضاري، راه كنشوفوا سبع خضاري، واللي كتزيد تحليفه هي فلفله ضروري. شكرا للناس، وانتم كتشوفوا بعض المبادرات نشوفوا كذلك شنو كاين هنايا. فهادو وجبات خفيفه، يعني كاين اللبن، كاين الماء، كاين الديسير، كاين دانون، كاين كرواسي، يعني هادشي كامل بالنسبه لينا حنا. هنا كاينين 40 واحد اللي كاينين اللي محسوبين، ولكن ديما كدير احتياطات ديالك، قدر كيجيوك وحدين جداد مثلا، يقدروا يكونوا 50، يقدروا يكونوا 60، ما كتعرفش. المهم ديما كنجيبوا داك الشيء زايد باش ما نوفروا لهم جميع الحويجات اللي خاصهم. واخا انتم كتشوفوا معنا دريتي الدجاج شاديه، انا قرع. إذن متابعين قناة شوف تي في، كما شفتوا معنا وعشنا جميع هذه الأجواء الأخوية، أجواء اللي عشنا فيها مع شباب مغاربة ينحدرون من مدينة الصخيرات، اللي حبوا أنهم يتطوعوا في مدينتهم ويديروا الخير في مدينتهم وفي الشباب وفي الضيوف اللي جاوا للمدينة. عشنا معكم أجواء رائعة جدا، عديد من التعليقات كانت إيجابية، والحمد لله الكل شجع هذه المبادرة، الكل حب هذه المبادرة، ورسالتنا دائما مفتوحة جميع الشباب المغاربة أنهم يبذلوا الجهد في العمل الجمعوي، ويكون عمل تطوعي، ويكون في سبيل الله، والنية تكون عند الله. على أمل اللقاء بكم في قادم الأحداث، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.